11.5%، واحنا بنزيد في احسن الفروض يعني في محافظات الوجه البحري 23%، تصل الى ما يقارب 40% في محافظات الصعيد. زي ما تفضلوا الساده يعني الخبراء واتكلموا قالوا انه احنا لازم نعمل على تجفيف روافد او منابع الاميه من سن 15 ل 35، في فئه اخرى فوق هذا السن لسه مش قادرين نوصل لهم، اللي هو من 35 فما فوق مش قادرين نوصل لهم، مش قادرين نقلل نسبه الاميه على الرغم من انه مصر ابتدت جهودها في محو الاميه فتره طويله للغايه. للاسف كمان انه احنا زي ما برضو اتكلمنا وسمعنا انه تسرب من التعيين احد الروافد الاساسيه اللي بتصب في الفئه العمريه من 15 ل 35، وللاسف لازم كلنا